وأشاد الشيخ الدكتور يوسف محمد الهذال شيخ عشيرة بني تميم العتاتبة بجهود محافظ صلاح الدين في تنفيذ المشاريع الخدمية بناحية الحاتمية التي تلبي حاجات المواطنين. شرفنا اليوم بزيارة سيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر الجبوري، وكان يعني اللقاء ممهد له من قبل مدة وعدنا بالقدوم، وكان أيضا موافق على عدد من المشاريع، وأتى اليوم بالبشرى بتنفيذ هذه المشاريع إن شاء الله، وإن شاء الله مستبشرين خيرا بإنجاز مستوصف رئيسي في المنطقة على خطة عام 2021. فالأمور إن شاء الله تبشر بكل خير، وقدومه خير إن شاء الله. شكرا له وللوفد المرافق له على هذه الخدمات وهذه البشرى لأهالي الناحية. شكرا جزيلا.